مساء الخير ضيفة علامة استفهام لهذه الليلة الدكتورة صباح الصافية، يا أستاذ مشارك في علم اللغويات في جامعة الملك عبد العزيز. أهلا بك دكتور صباح. هذه مناسبة للكلام عن المملكة العربية السعودية مجتمعا وتربية ومرأة وشبابا، خصوصا أن العناوين الرئيسية في السياسي وفي المقالات التي تصدر عن المملكة العربية السعودية تتحدث عن تبدل تغير أو عن طوق إلى هذا التبدل والتغير. حضرتك تمثلي أيضا نموذج الفتاة والمرأة السعودية التي خرجت من المملكة العربية السعودية، أتمت علومها في العالي طبعا في الخارج بالمناسبة في الولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك جعلك على تماس مع الآخر، هل هناك رغبة في نقل ثقافة الآخر إلى الداخل أو رغبة أكثر في تحصين ثقافة الداخل من ثقافة الخارج؟ شكرا دكتور قواس. الحقيقة أغلبية الناس برات المملكة خارج المملكة العربية السعودية يعتقد أنه المرأة السعودية مقهورة أو مسلوبة الحقوق، والكثير من جيل الناشئ في السعودية يعتقد أنه المرأة الغربية أو الأجنبية تستمتع بجميع الحقوق، وكلاهما خاطئ. السبب أعتقد في ذلك أنه الشعب السعودي يعشق خصوصيته ويحترم خصوصية الآخرين. فعلى سبيل المثال يجي الشخص الأجنبي ويعيش في السعودية عدد من السنين وما يتعرف على المجتمع السعودي عن قرب، لذلك حكمه على المجتمع السعودي يكون حكم من منظوره هو، من رأيه هو. لماذا لا يتعرف عن قرب؟ لأنه شعب يحب، يعني يعشق خصوصيته، يحب خصوصيته. بنفس المفهوم يسافر الشخص السعودي برا كطالب أو دبلوماسي يعمل في الخارج ويعيش سنين برا، وبنفس الطريقة ما يلتحق أو يلتصق بالناس هناك عن قرب، فيعرف حياتهم أو مجتمعهم عن قرب ويحكم على سلوكياتهم من منظوره هو برضه. فتفضل النظرة اللي هي مختلفة، عدم تقارب وجهات النظر متكررة بين السعودي وبين الناس اللي عايشين برات السعودية، وينترك الأمر لأنه مين المتحدث باسم المجتمع هذا؟ الإعلام. الإعلام الغربي يتكلم عن المرأة في السعودية وحقوق المرأة السعودية سواً، والإعلام السعودي يتكلم عن المجتمع الغربي، والإعلام طبعاً له أجندة مختلفة، فما يتحدث باسم المجتمع. خلينا أعطيك مثال على سوء التفاهم بين المجتمعين. التعليم مثلاً، تعليم المرأة، لما أتكلم على مثلاً جامعة زي جامعة أوكسفورد، جامعة عريقة لها أكثر من 800 عام، يعني 900 سنة تقريبا، فلها 9 قرون، ما أعطي حق للمرأة أنها تدرس وتأخذ شهادة من جامعة كجامعة أوكسفورد إلا في القرن العشرين. تخيل، فكتير عشان تحصل المرأة على حق للدراسة. بينما في السعودية أول بعد ما تم تكوين الدولة السعودية على طول، يعني يمكن ذاكرتي هي ما تخدمني، لكن نفرض في خلال 15 سنوات تأسست وزارة التربية والتعليم وفتحت مدارس للبنين للأولاد. بعدها بيمكن 5 أو 6 سنوات لاحقة، يعني برضو مو فترة طويلة، تم تأسيس مدارس البنات على طول، وأعطيت للبنت الحق للدراسة زميلة مثلها مثل الولد البنين. وقامت الحقيقة الدولة بحملة قوية عشان تحمس أو تحث الأهالي والأباء والأمهات إنه يتركوا بناتهم يدخلوا ويتعلموا. فدي نقلة يعني فظيعة، إنه في خلال 16 سنين البنت أخذت نفس حق التعليم زي الولد، بينما لما تنظر في الخارج أخذها سنين. قضية كيف تفسر أيضا في نفس الوقت إنه هذا الغرب الذي تأخر حتى أعطى المرأة وحتى أعطى الرجل أيضا حقوق، وسواء كانت الانتخابية أو التعليمية، لكن بعد ذلك سمح وكان أسرع الإيقاع، أسرع في هذا الإصلاح في المملكة العربية السعودية أو في بعض المناطق والدول الإسلامية المحافظة؟ هناك كلام ونقاشات عن مواضيع تم تجاوزها في العالم. برضو أعتقد خلينا نرجع لهذه النقطة مهمة، لأنه كثير برضو من الناس تعتقد أنه المرأة في الغرب تستمتع بجميع حقوقها، وهذا مو صحيح. لأنه مثلا أعطيك مثال تاني، الانتخابات للمرأة الغربية إلى الآن لازال حق أنها تأخذ equal pay، يعني
أجر مساوي للرجل في فرنسا توافق عليه قبل يمكن 10 سنين. في بريطانيا لازال إلى الآن بنقاش حوله في البرلمان. السعودية من يوم ما تعملت الوظائف والكادر الوظيفي المرأة تأخذ نفس حق السالري زيها زي الرجل. فأعتقد إنه في يعني في اختلاف إنه إيش اللي هم سبقوا في إيش وإحنا سبقنا في إيش. لكن في مشكلة يعني الآن تتحدث عن موضوع أنا لا أعرف ويبدو إنه العالم لا يعرف ويبدو إنه في مشكلة تواصل بمعنى التعبير عن هذا المجتمع السعودي عن تعبير عن ما تتمتع به أو لا تتمتع به المرأة السعودية في العالم. المشكلة مشكلة كما قلت يريد هذا المجتمع أن يغلق نفسه أمام المجتمع الغربي مجتمع أو مشكلة أدوات وآليات الإعلام والتواصل. لا ما أعتقد إنه يحب أن يغلق على نفسه لكنه يعشق خصوصيته فمو هي ما هو conscious يعني ما هو حركة واعية إنه ما بدي حد يعرفني عرفت كيف لكنها طبيعة الشعب السعودي إنه ما يتكلم عن نفسه يعني they don't advertise لكن عندما يتم لا أقول شن حملات لكن عند الكلام عن المملكة العربية السعودية يتم الحديث عن المرأة عن دور المرأة عن هل لها الحق في قيادة السيارة أو عدم قيادة السيارة بالمقابل ليس هناك أي حملة مضادة على الأقل تثقيفية تعليمية لهذا المجتمع. أعتقد إحنا هنا يعني يمكن غلطانين في هذه الناحية وأعتقد إنه الآن بدينا ننفتح للعالم ونتكلم عن قديش إحنا عندنا حقوق في المرأة للمرأة في السعودية. فالآن يمكن في توجه إنه خلي العالم يعرفنا على حقيقتنا. يمكن في الأول كنا متحفزين جدا فما نظهر للعالم كما إحنا. حضرتك يعني. أستاذي أكاديمية طبعاً تتحدثين عن أن الدولة قامت ببذل جهد لإقناع العائلة السعودية بإرسال البنات. هل هذه الدولة يعني أريد أن أقول أحيانا تلام هذه الدولة أنها لا تدفع الإصلاحات ما يسمى بالإصلاحات على كافة مستويات بالشكل المطلوب والذي يناسب القرن 21 خوفا من هذا المجتمع؟ هل وكأنها هذه الدولة عادت فاستجابت لشروط هذا المجتمع؟ أوكي خليني بس أنا أفتكر زي ما قلت لك أنا خريجة مدارس حكومية وجامعة الملك عبد العزيز ولما سافرت في بعثة ووصلت إلى أمريكا أنا يعني كنت كفؤ للتعليم الأمريكي وزي الشاب أو الشابة الأمريكانية يعني ما حسيت أبدا بفرق في مستواي العلمي عرفت كيف في الفترة اللي أنا درست فيها. اللي حصل في السنين اللي بعدها إنه عدد السكان كتر يعني عدد السكان في المملكة زاد ونسبة السكان الآن 70% من سكان المملكة شباب وشابات صغار أقل من 22 سنة. فالجامعات الآن صارت كبيرة كثيرة يعني ما عادت تستوعب العدد الكم الهائل من الطلبة والطالبات. يعني جامعة الملك عبد العزيز السنة اللي فاتت كانت بتقول إنه عندها 70,000 طالب وطالبة كثير عرفت كيف. فالآن في نقلة أجين إعادة تشكيل التغير لازم يكون إلى إمني عرفت يعني لازم ألبس توب من سلطت الاتهامات على السعودية بشكل خاص وده شيء محزن الحقيقة لأنه كثير في اعتقاد الناس السعودية أنه يستحيل إحنا شعب ما نحب العنف ويستحيل أنه يكون اللي قام بهذا العمل دبروا أو فكر فيه أو كذا يكون شخص سعودي قد يكون أنه مجموعة 15 شاب انجرفوا وراء تيار معين لكن مش أنه معناتها تظهر الحقيقة ظهرت في خلال 5 أو يمكن 7 سنين الآن في السعودية هي برنامج طاش ما طاش لأنه إذا تشوفه في التلفزيون لأنه كان أول مرة يطلع برنامج سعودي الشعب السعودي يضحك على نفسه يعني ينتقد نفسه ويضحك على غلطاته اللي بيعملها. ففي نظرة الآن نظرة انتقادية أبسلوتلي من دون أي توتر بالعكس يعني ده لما يبيجي في رمضان الكل بعد الإفطار على طول يروح يجلس عشان يشوف طاش ما طاش وعشان يضحك وعشان يناقش القضايا اجتماعية كتيرة بتطرح في البرنامج ده بتطرح بطريقة ساتيريكال يعني بطريقة مضحكة لكن أول مرة وأول برنامج الحقيقة إنه يظهر فيه الشعب السعودي يضحك أو ينتقد نفسه من الداخل وجميل جدا جميل جدا أن نقعد في العيلة نناقش المواضيع هذه It's beautiful. لا مو كده بس ما هو بالأهمية عندي يعني مثلا لو بدي أحط priorities إيش الأهميات في السعودية أقول التعليم أولا التعليم ثانيا التعليم ثالثا لكن